أنا سامح خضير سينيور بارتنر مع الدكتور زكي هاشم وشركاء. إحنا مكتب محاماة مؤسس من سنة 1953. أنا التحقت بالمكتب سنة 1980. الحقيقة النهاردة المؤتمر كان بنتكلم على مينلي على شركات المحاماة في الوطن العربي، وكانت الكلمة بتاعتي في محاور ومقومات النجاح لمكاتب المحاماة أو لشركات المحاماة، وأوضحت في الجزئية دي إن العلوم، إن القانون برغم إن هو من العلوم الإنسانية الفلسفية، إلا إنه لابد في ممارسة المهنة أن تعتمد على الأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي حتى في إعداد المحامين، الأسلوب العلمي في إدارة المكتب وفقا لنظريات الإدارة. وتطرقت للجزئية بتاعت إن من أهم المقومات النجاح هو التدريب للمحامين واستمرارية التدريب. دي نقطة جوهرية، واختيار الشخصيات القيادية. القيادة هنا مهمة جدا عشان استمرارية شركات المحاماة. دي الحقيقة أخذتنا للجزئية بتاعت إن أنا النهاردة معمل شركة للمحاماة لابد أن يكون فيها الأقسام، القسم الفني متعلق بالقضايا والعمل الإداري المتعلق بالشركات والقضايا والتحكيم والميرجر والأكوزيشنز، زائد ان لابد ان يكون العاملين في المكتب يتمتعوا بقدره عاليه على استعمال اللغه الانجليزيه، لان النهارده العالم والجلوباليزيشن اصبحت النهارده في منافسه شرسه جدا مكاتب المحاماه الاجنبيه في مصر واحنا او في الدول العربيه عموما، ودي بتستقطب جزء كبير من ماركت شير. تطرقنا بعد كده اداره مكاتب المحاماه بتتطلب تخصصيه كذلك. النهارده لو انا النهارده بحدد هدف للنجاح والهدف بتاعي إلى أن أنا أكون مكتب متخصص في مجال معين، لازم أتولى التدريب أو أعتني بتدريب المحامين في هذا المجال. في نفس الوقت مش تدريب محلي بس، لا، تدريب دولي. فمعنى كده أن أنا لازم بحط هدف وبحط خطة وبحط بادجت، وفي نفس الوقت عندي تنظيم داخلي للمسائل المالية، عندي إدارة مالية متكاملة، عندي إدارة شؤون إدارية قائمة على أعمال المكتب، عندي إدارة تدريب متعلقة بمسائل التدريب ومتابعة التدريب والأبجريدنج بالنسبة لمستويات المحامين. تطرقت للحديث برضو عن مسألة التيم وورك، لأن مهنة المحاماة بتعتمد على التيم وورك النهاردة مش على الانديفيدواليتي. مفيش حاجة اسمها فردية. فردية دي في القيادة، صحيح إن أنا بختار الشخصيات اللي بتتمتع بصفات قيادية وبتتمتع بقدرة على قيادة المجموعة. مش معنى كده أنها انفرادها بالرأي، لا، في بيتقسم أدوار والأدوار دي بتتكامل مع بعضها. أخذ رأي المجموعة كلها، حتى أصغر محامي فيه ممكن يبدي فكرة قد تغير مجرى البحث القانوني أو الرأي القانوني. كل دي حاجات الحقيقة إحنا كلمنا فيها وتفاعلنا فيها مع زملاء المحامين شرفونا هنا في مصر الحقيقة، وكانوا على قدر كبير من الوعي. بس لازم ناخد في اعتبارنا حاجة أساسية، اختلاف البيئة واختلاف الثقافة القانونية. النهاردة لما بيجي محامي أخد دكتوراه أو تعلم بره في نظام، إذا كان في أمريكا أو إنجلترا، نظام الأنجلو ساكسون أو الكومون لو، إحنا عندنا النظام القانوني بيعتمد على السيفل سيستم، وده طبعا نظريات قانونية مختلفة فيها. ولو إن وضحت ان برضو البيزنس تطور وديفلوبت في امريكا وفي انجلترا تحت نظام قانوني مستقل، ما ينفعش ان ناخد كل فكر قانوني تطور تحت هذا النظام القانوني والمظله القانونيه مختلفه واجي اطبقها زي ما هي في نظام قانوني اخر. فبالتالي لازم ناخد في اعتبارنا البيئه التشريعيه والبيئه القانونيه والاساس القانوني لمثل هذه المسائل. الحقيقة كان مؤتمر ثري جدا، وتفاعل زملاء الحاضرين والإجابات على المسائل دي كلها، وبالذات بعض تشريعات صدرت. على سبيل المثال الأستاذ نقيب المحامين في الكويت تطرق لجزئية النهاردة القانون في الكويت سمح بإنشاء شركات محاماة لكن بتعامل معاملة شركات تجارية،
فحصل نقاش هنا النهارده. لو انا النهارده طبيعه الشركه دي ايه من الناحيه القانونيه، لو حصل نزاع بين احدى الشركات القانونيه في الكويت وشركه في مصر واثير هذا النزاع امام القضاء، حضور الممثل القانوني لهذه الشركه القانونيه في الكويت في امام المحاكم المصريه هل يعتبر كمحامي ولا كممثل قانوني لهذه الشركه؟ هنا في بعض مسائل حصل فيها عصف ذهني الحقيقه، وخلصنا الى نتائج الحقيقه لطيفه جدا، وتبادل الراي وتبادل الفكر بين المحامين بيثري الفكر القانوني وبيبعث روح التعاون، وده اللي احنا بنبص له النهارده، ان احنا تعاون المكاتب الكبيره او شركات المحاماه في الدول العربيه كلها بطريقه تهدف الى التكامل. منافسة شرسة من الشركات الأجنبية اللي بتشتغل في الدول العربية. الفكر القانوني المطبق ممكن يكون مقبول لما يكون الجوفرنينج لو أو القانون اللي بيحكم التعاقد هو القانون الإنجليزي أو القانون الأجنبي، فلا بد أن أستعين بمحامي أجنبي ومحامي إنجليزي. أنا غير مؤهل لإبداء رأي في القانون الإنجليزي، ودي مسألة لازم نتقبلها ونؤكد عليها، إن أنا طالما أنا محامي مؤهل للعمل في مصر أنا غير مؤهل لإبداء آراء قانونية تحت أي مظلة قانونية في أي دولة أخرى ما لم أكن مجاز لإصدار هذا ودرست هذا القانون. دي نقطة جوهرية الحقيقة بتفرق كتير في إبداء الرأي ومسألة الحفاظ على سمعة المحاماة، لأن المحامي أساساً أو مهنة المحاماة هي مهنة أنا في اعتباري الشخصي هي مهنة سامية وبتعتمد على الشرف والأمانة، والمحامي مؤتمن. معنى كده أنه هو المحامي مش بيفتي ويطلع آراء بدون أساس قانوني. المحامي المفروض أنه هو له أساس سليم في إبداء الرأي. نقطة الحقيقة برضو من الحاجات اللي أثيرت اختلاف الآراء نتيجة اختلاف ألفاظ ومسميات. فالحقيقة أنا بنبه دايماً إن إحنا ما نمسكش في الحاجات البسيطة اللي هي قد تختلف في اللغة، لأن اللهجة السورية غير اللهجة المصرية غير اللهجة المغربية. الأشياء الطفيفة دي ما نضيعش في وقت، إحنا لابد أن نتطرق إلى الجوهر. الجوهر هو التكامل في نفس الوقت التعاون كفكر قانوني، إنما اختلاف المسميات مش هيفرق كتير. ممكن نقدر نعمل تعريفات نتفق عليها كلنا. فالحقيقة كان الروح إيجابية كلها، ومن أهم الحاجات اللي احنا بنعمل فيها في المجال القانوني هو مش إن أنا أعمل بس، لا أنا أعمل وأكتسب خبرة وأنقل الخبرة دي للزملاء الآخرين، لأن هي مسألة تواصل، تواصل أجيال. زي ما أنا اتعلمت من ناس كبار وعظماء لابد أن أنا أنقل المعرفة اللي أنا اتعلمتها دي إلى الزملاء. الجيل الجديد الحقيقة بيختلف في تقبله للمعلومات دي وبيختلف في تقبله للآراء، والمسألة ما بتبقاش فرض رأي، لأن في مجال شركات المحاماة السمعة بتعود مش للشخص نفسه، السمعة بتعود لشركة المحاماة نفسها. الخبرة المتراكمة في مكتب زي المكتب بتاعنا على مدار من سنة 53 لغاية النهاردة هي خبرة تراكمية بتتوارثها الأجيال. فأنا لما بعمل موضوع كبير بيقال سامح خضير، لكن مكتب زكي هاشم، مكتب زكي هاشم هو ده الفاليو، هو ده اللي لما حد بيجي بيشتغل بنعلمه الولاء والانتماء ونقل خبرته للآخرين، زائد تنظيم العمل. المسألة بتاعت السينيوريتي، الزميل أو الزميلة الجداد، احنا بنهتم بمسائل التدريب، ومسائل التدريب دي بتبقى مهمة جدا في تدريب علمي، تدريب سليم في نقل المعرفة. المحامي عشان يشتغل لابد أن يدرك أنه في بداية حياته العملية القيمة بتاعته فيما يحصل عليه من خبرات متراكمة. الخبرات التراكمية هي دي اللي بتعمل قيمة للمحامي. المحامي اللي بيشتغل أو المحامية، ممكن محامي يشتغل 5 سنين يعمل خبرة غيره اللي عملها في 10 سنين، بتعتمد على الشخص نفسه وقدرته على تلقي المعلومات ومدى إدراكه.
وضحت نقطة مهمة جدا، ودي لازم تكون واضحة بالنسبة لشباب المحامين. في فرق بين أنا عارف، لأن دي لغة أو عبارة درجة، أنا دي عبارة محرمة بالنسبة لي، لأن لما بقول للي قدامي أنا عارف معناها بقول له أسكت، ودي غير مقبولة. إحنا شغلتنا كمحامين إن إحنا نسمع ونفهم وندرك. كون إن أنا سمعت هأتمكن من إن أنا أعمل عقلي عشان أفهم، ولما أفهم ممكن أدرك. ممكن العميل لما بيجي يشرح لي موضوع بيشرح موضوع يعمل لي مسليدنج، فأنا شغلتي كمحامي إن أنا أدرك إيه احتياج العميل بالظبط. أنا كمحامي مهمتي إن أنا أعمل سوفت وير بناء على النيدز بتاعت العميل، علشان يقدر هذا العميل يستعمل السوفت وير زي النيدز بتاعته. ومهنة المحاماة مهنة سامية ومهنة راقية، وأساسها إن أنا بساعد على إظهار الحق. عشان كده ما يقال على إنها في القضاء أنها القضاء الواقف هي الأساس. يعني تعاونوا على البر والتقوى، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو ده الأساس، وهي دي ملخص سمو وشرف المهنة. وأنا سعدت الحقيقة في المؤتمر ده بلقاء الزملاء والمحامين والمحاميات من دول عربية كثيرة، وتبادل خبرات مهم جدا. ونصيحتي لشباب المحامين مرة أخرى هي إن هم يكونوا مستمعين جيدين، ويقرأوا ويبحثوا ويكونوا باحثين جيدين، ويفهموا احتياجات العميل، ثم يدركوا ما وراء هذا. وبعد كده لما يطلعوا رأي القانوني، مش إن أنا أطلع رأي في 10 صفحات، مش هو ده المهم. المهم إن أنا هل أنا وفيت النيدز واحتياجات العميل ولا لا؟ هو ده السؤال اللي كل واحد أو واحدة يفكر فيه. والمعرفة متسعة جدا، مهنة المحاماة مهنة العلم. طالما إنها مهنة العلم، أوصي كل محامي ومحامية إن هم يقروا أو يدرسوا مبادئ الإدارة، مبادئ المحاسبة، مبادئ الاقتصاد، مبادئ علم النفس، عشان لما تتعاملوا مع العميل أو الموكل تكونوا مدركين للأبعاد، هو النيدز بتاعته إيه بالظبط. مبادئ علم النفس هي بتبحث في النفس الإنسانية. مش هتروحوا تعملوا تحليل نفسي، لكن هتقدروا يكون عندكم فهم أحسن وإدراك أكبر لاحتياجات العميل، اللي هو إحنا بنشتغله كسيرفيس بروفايدر. إحنا مؤدي الخدمة، مؤدي للخدمة دي يعني بهدف إلى أداء خدمة مقابل أتعاب. مقابل أتعاب هذا ليس عمل تجاري، ولكنه عمل مهني، والعمل المهني لابد أن يؤدى بشرف وأمانة. لأن لو إذا أديت رأي خطأ، الباك فاير هنا والنيجاتيفز والسلبيات كلها هترجع عليا وهتعود على سمعتي. من ناحية أخرى، إن لازم كل واحد منكم يعمل تقييم أداء لنفسه. لازم كل فترة يقف ويشوف عملت خبرة قد إيه. ما تبصوش لأن أنا باخد كام دلوقتي، أو أنا هاخد قد إيه، أو زميلي أو زميلتي اللي بيشتغل في مكتب آخر بياخد كام. لأن في الآخر خالص إحنا لما بنتخرج بيبقى معانا شهادة قانون، ليسانس حقوق. لما بأقيد في النقابة ببقى مؤهل إن أنا أبقى محامي أو محامية تحت التدريب. يعني إيه تحت التدريب؟ يعني أنا لسه بكتسب خبرات. لما بكتسب الخبرات دي، قيمتي اللي بعد كده أنا بقيمها لنفسي بناء على الخبرات اللي أنا بكتسبها. إنما مش من الأول أقول أنا زميلي أو زميلتي اللي بياخد في مكتب آخر بياخد قد كده لازم أخد زيه، لا. ولازم كلنا ندرك أن المسألة عبارة عن منفعة متبادلة. المحامي أو المحامية الجداد بيكتسبوا، بياخدوا مقابل مادي ديسنت معقول، لكن القيمة الأكبر هي اكتسابهم الخبرات التراكمية، اكتسابهم كيفية التعامل مع العملاء، كيفية التعامل مع الزملاء الأكبر،
يعرفوا منظومة العمل والحياة العملية بتتم إزاي، هذا المقابل لا يقدر بمال، فبالتالي ما تبصوش للمسألة المادية إنها تكون عائد قوي من الأول. بص بعد 5 سنين ممكن تقيم نفسك إيه، وتقدر تدرك إن أنت هتقدر تعمل تقييم لنفسك بعد كده. ده اللي أنا أقدر أقوله، ويعني تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق إن شاء الله.